مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف معكم رحلتي مع اللحظة الأخيرة، حيث كنت أنشأ وأكبر تحت عين الله، سمعه وبصره، وفي ظل رعايته الكريمة. نشأت في ظل أوجاع كثيرة، لكن يد الله الحنون لطالما كانت تربط على كتفي وتأخذ بيدي في اللحظة الأخيرة قبل أن أقع أو أغرق في عالم الأحزان والأوهام. ودعت المرحلة الابتدائية بحصولي على شهادة القبول، اللي هي شهادة إتمام المرحلة الابتدائية. وكان ترتيبي متقدم بفضل الله سبحانه وتعالى. قضيت أجازة سعيدة مع أصدقاء أرقاء لطفاء، كنا بنلعب جنب البيت أو جوه البيت. أجازة كانت جميلة، لم أشعر أبدا فيها أنني معاق، باستثناء بعض المواقف كنت فيها بقع وأجرح. فكنت أسأل والدتي، أنا ليه بقع كتير؟ مش زي بقية الأولاد؟ فكانت تقول لي معلش، عشان بس ايه يعني، حصل لك تعب وانت صغير، إيه لكن بكرة لما تكبر ان شاء الله ما عندش تقع تاني وتبقى كويس. قلت لها طب ما اخواتي اصغر مني ومش بيقعوا، وليه انا بقع؟ الحقيقة كانت التساؤلات دي بتحرق والدتي كتير، كانت احيانا بترد واحيانا تسكت. كنت بلاحظ الصمت ده في عينيها، كنتش بطول معها. المهم، بعد أجازة سعيدة بعد حصولي على الشهادة الابتدائية، بدأت أستعد للمرحلة الإعدادية. سألت والدي إيه هي اسم المدرسة بتاعتي، قال لي إنهم في الإدارة التعليمية قالوا انهم هي الحقوق بمدرسة محمد فريد الابدية. انا ما اعرفش اي شيء، والدي اللي كان بيتولى امري طول المرحلة الابتدائية هو اللي بيدفع المصاريف، يجيب الكتب، يعني انا ما كنتش بشغل نفسي بالامور الادارية دي. في المرحلة الاعدادية اتجهزت لاول يوم دراسي، فرحان بالهدوم الجديدة والشنطة الجديدة، وأخدت بعضي ومشيت في طريقي للمدرسة وأنا في غاية السعادة والابتهاج. على باب المدرسة رحت من بدري، سألت السكرتير زي ما هو اللي قال لي روح اسأل على الفصل بتاعك. رحت السكرتير الإدارة وقلت له انا ايه هو الفصل بتاعي، فقال لي انت يا ابني مجموعك كام؟ قلت له مجموعي كذا، قال لي ما شاء الله، روح ابحث عن اسمك هتلاقيه متعلق على باب فصل اولى اول. ده كان معروف باسم فصل المتفوقين اللي بيضم الطلبه اللي حاصلين على اكبر المجاميع، فعلى حسب مجموعي قال لي انت فصل اولى اول. رحت راجعت الكشف المتعلق على باب الفصل، ما لقيتش اسمي فيه، فرجعت له تاني قلت له اسمي مش في اولى اول، قال لي طب شوف الفصل اللي بعده اولى تاني. رحت رجعت الكشف المتعلق على باب الفصل، برضه ما لقيتش اسمي، فرجعت له قلت له برضه مش موجود. انا بدات اقلق، قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له مجدي سعيد مصطفى. أنفتح السجلات اللي عنده وقعد يدور فيها،
ما لقاش اسمي مسجل بقائمة الطلاب المستجدين في المدرسة. قال لي انت يا ابني دفعت المصاريف ولا لا؟ قلت له ما اعرفش، هو والدي اللي بيدفع فانا ما اعرفش. فقال لي بحدة شوية بقى وبلهجة مختلفة عن اللهجات اللي كنت بسمعها من المدرسين بتوعي في المدرسة الابتدائي. قال لي انت يا ابني مش عندنا هنا في المدرسة، روح لابوك. نفس اللفظ كده، شوف هو قدم لك في مدرسة ايه. لهجة الصوت بتاعه كانت إيذان ببدء عهد جديد أسمع فيه لغة كلامية تختلف كثيرا عما كنت أسمعه قبل كده. رجعت البيت وقلبي بينبض بشدة. أمي لما شافتني اتخضت وقالت لي أنت رجعت بدري ليه؟ قلت لها على اللي حصل، فتغير لونها. قالت لي يلا روح لأبوك في الورشة، خليه يروح معاك ويشوف ايه المشكلة. رحت لوالدي كان بيشتغل وحكيت له اللي حصل. قام والدي ساب اللي في ايده وبهدومه المتوسخة مشي زي ما هو كده. بس قبل ما يمشي روح البيت جاب شوية حاجات معاه وخدنا ورحنا على المدرسة، ودخل على الناظر بكل عفوية يعني خبط ودخل من غير ما يقول له اتفضل. والدي كان راجل بسيط ما يعرفش كتير في البروتوكولات، فلما دخل الناظر اطلق على والدي نظرة اشمئزاز قاسية. انا والدي على الرغم من ملابسه الا انه في نظري انسان عظيم وشيء كبير. النظرة ديت حس انها يعني سام دخل جوه قلبي، لكن انا قلت جايز بس ايه يعني يعني ايه دي طريقة الناظر. انا خصوصا مش متعود، انا ناظر المدرسة الابتدائي كان اخو والدي كان عمي، فكان بيعامل والدي برفقة اخوات. انما الناظر ده اطلق نظرة نارية على والدي من قبل ما يكلمه. فوالدي حكى له الحكاية، فراح جاي الناظر بعت للسكرتير قال له الولد ده وضعه ايه؟ فقال له يا فندم، مش يا فندم، قال له بيه الطالب ده مش متسجل اسمه مش موجود وملوش اي اوراق عندنا. فالناظر قال لوالدي انت قدمت لابنك فين؟ فوالدي قال له انا ما قدمتش، هما قالوا لي في الاداره التعليميه انهم هينقلوا الولد تلقائي. فالناظر زي ما يكون رجله عفريت، لقيته بيصرخ في والدي قال له حضرت هينقلوه تلقائي لو كان هو في مدرسة حكومية، إنما كان في مدرسة خاصة ويتنقل لمدرسة حكومية كان لازم تيجي أنت بنفسك قبل بدء الدراسة وتقدم طلب التحاق. فوالدي قاعد يعتذر قال له معلش أنا معرفش إن أنا يعني ده مطلوب مني، هم قالوا لي هينقلوه تلقائي فأنا تخيلت إنهم هينقلوه من غير اي يعني ايه اي التزامات. ف الناظر اكد كلامه وقال له مش هينفع، وانت كنت مدخل ابنك مدرسه خاصه، وبص له كده بسخريه على ايه يعني كنت مدخله مدرسه خاصه. عموما يلا اتفضل يا فندي، خليه بقى يعيد السنه علشان تتقدم. يعيد السنة، فوالدي سبحان الله قعد يستعطفه بطريقة أول مرة أشوف والدي مكسور بهذا الشكل، وقال له والله أنا ما كنت أعرف، أنا راجل بسيط يعني أقول ناظر يتمنع. وفي الآخر طرد والدي بطريقة سخيفة جدا. أنا ماسك في إيد والدي ويعني إيه هو يعني الملاذ بتاعي، مانيش عارف أعمل إيه وسط النظرات والكلمات القاسية اللي خارجة من الناظر. آخر ما والدي غلب راح جاي متضير وخدني في إيده ومشي. أنا بمشي بهرج، فلما اديت داري للناظر ولاحظ عرجتي نادى على والدي قال له تعال
فوالدي اتغير وبص للنظر ورجع تاني. الناظر قال له: ابنك كان جاب كام في القبول؟ فالكلمة دي كانت زي ايه، قشة والدي بيتعلق بيها وهو غرقان. القبول اللي هو كان الاسم المعروف وقتها للشهادة الابتدائية. قال له: يا بيه، ده الأول على مدرستي الكلية الإسلامية. وراح جاي مطلع الشهادة بتاعتي اللي كان مرمها وحاططها في ايده، وقال له: حتى بص الشهادة بتاعته اهي. الناظر بص في الشهادة وخفض نظره راسه وبص من فوق النضارة بالشكل ده كده، وقال لي: والدي، كلمة أنا مش قادر أنساها لحد دلوقتي. قال لي: والله لو ما عشان ابنك المعوق ده والمجموع الكبير اللي هو جايبه لكنت خليته يعيد السنة وعلمتك الأدب. إلا روح للسكرتير واكتب هناك طلب التحاق بالمدرسة وهاته علشان أمضيه لك وندخله على طول المدرسة. والدي ما صدق إنه قال الكلمة دي، وجري على السكرتير كتب الطلب وخده للناظر ووقعه وقال له: ادفع يلا المصاريف. ودفع المصاريف في الحال وأصبحت مقيد رسمي في المدرسة. هكذا مرة أخرى كنت على موعد مع القدر. كان ربنا سبحانه وتعالى بيعرفني بنفسه خطوة خطوة، يعرفني انه هياخد بإيدي دايما، لكن في اللحظة الأخيرة قبل ما أغرق في عالم الأحزان واليأس والإحباط، ياخد بإيدي بعد أن تفشل كل الأسباب الدنيوية ولا أجد ملجأ سواه. بدأت أتعرف، دي كانت من المرات بقى اللي بدأت أتعرف فيها على الله سبحانه وتعالى. ورغم سعادتي إن ربنا حل المشكلة، إلا إن الأمر ترك في نفسي جرحين. الجرح الأول نظرة الانكسار في عين أبويا، لما الناظر كان بيوجه نظرة يعني الناظر كان بيوجه له كلمات الاحتقار ونظرات الاشمئزاز واللسان يعني الحاد. شفت قد ايه ابويا منكسر، فانكسرت معاه. وكلمة الناظر لما قالها لوالدي عشان خاطر ابنك المعوق، هي المرة الاولى من 6 سنين من ساعة ما رجعت للحياة ادب على ارضها اللي أسمع فيها إن أنا معاق. حسيت بإن الكلمة دي عاملة زي الطعمة، تلقاها قلب أبي الكبير ونفدت منها لقلب الصغير فأدمت كلانا في وقت واحد. دي كانت أول يعني صدمة لي في هذا العالم الجديد بعد المرحلة الابتدائية، مرحلة شهر العسل. الآن بدأت أشوف للحياة وجه آخر. ورغم الجرح اللي سببته كلمات الناظر لوالدي، ورغم معرفتي بنظرة المجتمع ليا إن أنا معاق، لأن ده ما منعش إن أنا يغمرني أيضا شعور من الفرح كان مصاحب لإحساس الحزن اللي ألم بيا. شعور بالفرح إن أنا هذهب للمدرسة كل يوم زي بقية التلاميذ بعد أن اعتقدت للحظات على حسب كلام الناظر إن أنا هعيد السنة علشان اتأخرت في تقديم الأوراق. كانت دي هي المرة الأولى اللي أشوف فيها قسوة المجتمع لما يعاقب أحد أبنائه. ده أصابني بالخوف الشديد، وهذا الخوف كان إذان ببدء مرحلة الفطام، من التدليل للدلع سواء على كتف أمي أو في المدرسة الابتدائية. دفع والدي المصروفات، استلمت الكتب،
سابني في المدرسة حيث تم توزيعي على أحد الفصول. طبعا هو مجموعي كان بيأهلني إن أنا أدخل فصل المتفوقين، وهو حلم كل التلاميذ. فصل المتفوقين ده كان له وجاهة اجتماعية وتجعل المنتسب ليه يفتخر قدام الناس أنا عضو في فصل المتفوقين. أيضا كانت نوعية التلاميذ المنتسبين لهذا الفصل نوعية مختلفة عن غيرهم من التلاميذ. كانوا غالبيتهم كانوا أخلاق، ولطالما كان العلم والأخلاق توأم لا يفترقان. كان التعامل مع طلاب فصل المتفوقين هو في حد ذاته متعة، حيث تجد التنافس الجميل والأدب والتربية واضحة على نفوس الطلاب. لكن بسبب تأخيري كان فصل المتفوقين كراسي محدودة، فحطوني في آخر فصل اللي هو فصل أولى ثالث اللي هو فصل المتأخرين. الفصل ده كان بيضم الطلاب الحاصلين على أقل مجموع في الابتدائية، وأيضا من الطلاب الراسبين والباقين الإعادة. الطلاب ديت كانت من أهم مميزاتهم، أوضح مميزاتهم إنهم اللي هم معروف بالمشاغبين. السكرتير أخذني للفصل بعد والدي انصرف. كانت الفترة الصباحية خلصت وكان في فسحة، وبدأت حصص فترة الظهيرة. السكرتير خبط على الباب ودخلني الفصل. المدرس سألني مين ده؟ قال له السكرتير ده واحد من المتخلفين. المتخلفين اللي هو يقصد بيها المتأخرين في التقديم. المدرس فهمها ان المتخلفين اللي هم الراسبين. طبعا نظر لي نظرة يعني كانت كفيلة ان قلبي ينزل في رجلي. خفت قوي. المدرسين كانوا بيعاملوا طلاب فصل اللي هم المتأخرين معاملة كلها قسوة. الولاد يعني فيهم شغب، وكانت العملية التربوية في الفصل ده مش جيدة، فكانوا بيعاملوهم بقسوة جديدة، ضرب وعنف وسباب وتأنيب وتذنيب. فراح جاي أطلق علي نظرة أنا أصابني الرعب. يعني طبعا جسمي النحيف ما قدرش يتحمل النظرة ديت، وقال لي امشي روح شوف لك مكان تقعد فيه. طبعا لقيت الصفوف الأولانية كلها مشغولة، فما لقيتش غير المكان في الصف الأخير. الصفوف الأولانية طبعا الطلاب أول بيجوا على طول، الأقوى هو اللي بياخد الأماكن الأولى، بيسمع كويس وبيتابع وإلى آخره، والأضعف هو اللي بيقعد وراه أو المتأخر. فجلست في الصف الأخير. مفيش كام يوم إلا واندمجت في الدراسة وبدأت أذاكر، وظهر ما حباني الله سبحانه وتعالى به من صفات ذهنية. كانت استجابتي لأسئلة المدرسين استجابة جيدة، وفي أول امتحان شهري دخل المدرس اللي هو رائد الفصل وسأل عن طالب اسمه مجدي سعيد. فين مجدي سعيد؟ فرفعت إيدي من آخر الفصل. فقال لي وقف، وقفت قال للطلبة ده اللي جاب أعلى درجة فيكم الأول على الشهر ده، وسألني أنت ليه قاعد في آخر الفصل؟ ما ردتش. قال لي تعالى اقعد قدامي هنا، وقوم طالب من اللي قاعدين قدام وقعدني مكانه، وصرف الطالب الأخير للصف، الطالب التاني للصف الأخير. في الشهر التاني حصلت أيضا على أعلى درجة. ففي الحال المدرس رائد الفصل كرر نفس الكلام، فقال يا جماعة إن الولد ده هو واضح إنه أشطر طالب في الفصل، فأنا هعينه رئيس للفصل. رئيس الفصل ده كانت يعني عرف تعليمي في هذه الأيام، كان يعد تشريف، وكان أحد التقاليد المعروفة في التعليم المصري في الوقت ده.
عموما بتعييني رئيس للفصل خفف عني كتير من السلبيات اللي انا شفتها اول التحاقي بالمدرسة، وترك اثر طيب على نفسي. انا لما بقعد افتكر هذه الاحداث حاليا بأدرك يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص أو غيرها من الصور أو سورة طه تقريبا، لما بيتحدث عن سيدنا موسى ويقول ولتصنع على عيني، وكأن عملية صناعة أو صياغة الحالة النفسية لبني آدم هي أمر إلهي يتم على عين الله سبحانه وتعالى، سمعه وبصره. كده أنا يعني نفسي تقلبت بين حالة ارتفاع وانخفاض وارتفاع، بين جبر وكسر، وكأنها قطعة من الحديد مرة تسخن ثم تبرد ويطرق عليها لكي تلين وتتشكل. هكذا كانت نفسي، وهكذا كانت الأحداث اللي بتمر بيا في المرحلة المبكرة ديت. ربنا سبحانه وتعالى يقصد إن نفسي تتشكل بهيئة معينة أكتسب فيها من الصفات الإيجابية والسلبية اللي هكون مناط ابتلائي بعد كده. المهم، أخبار النتائج بتاعتي في فصل المشاغبين صارت تنتشر في المدرسة. يعني كان المدرسين في قعدتهم يتكلموا عن المتفوقين في فصل أولى أول أو أولى تاني. أولى أول كان مثلا نص متفوقين بارزين، أولى تاني في اتنين تلاتة وأربعة طلاب بالكتير، أولى تالت ما كانش في حد لسنين طويلة، لحد لما أنا جيت بدأوا قالوا ده في ولد. كل المدرسين أجمعهم إن في ولد اسمه مجدي سعيد. الولد ده شيء غريب في هذا الفصل، درجاته عالية جدا، كان المفروض يكون منتسب لفصل المتفوقين. أنا في الحقيقة الكلام ده كان بيوصلني وكان بيترك في نفسي أجمل الآثار. في نفس الوقت أنا كان سلوكي مع زملائي في الفصل كان طيب، أنا كنت دايما أحب المساعدة. كان لحد هذه اللحظة وطبيعتي ما اتغيرتش عما كنت صغير. أي حد من زملائي كان مبيبقاش فاهم مسألة أو في حاجة صعبة عليه كان بيجي لي وأنا أروح له لحد عنده وأشرحها له. دي كانت طبيعتي، فالولاد في الفصل كانوا حبوني. طبعا أنا ما كنتش كنت صحيح حركتي كتيرة، لكن ما كنتش عدواني، ما كنتش يعني ببدأ حد بعدوانية لسبب بسيط، إن أنا ما كانش عندي وسائل دفاع عن نفسي أقدر أرد بيها الأذى اللي ممكن يعني يلحق بيا. فكنت دايما ألجأ إلى إيه، إن أنا ألم نفسي. فكانت علاقتي باللي حواليا علاقة مساعدة، أنا دايما أساعد اللي يحتاجني، أساعده في النواحي العلمية. فده أكسبني محبة زملائي لحد ما ظهرت نتيجة امتحان السنة الأولى الإعدادي، وكان طبيعي إن أنا أطلع الأول على الفصل، وده أهلني إلى إن أنا ألتحق في سنة تانية إعدادي بفصل المتفوقين. والفصل ده كان اتعرفت فيه على بعض من أعز أصحابي اللي ما زلنا هذه اللحظة يعني صداقتنا ممتدة، وما زالوا أصدقاء لليوم. سنة تانية إعدادي كانت سنة جميلة جدا أيضا في حياتي. لحد اللحظة دي ما ظهرش عليا أي بوادر لمرض، خلاص شلل الأطفال ثبت، وصحتي كانت بتتحسن، واللعب في المدرسة والجري قووا عضلاتي بشكل مدهش. بدأت عضلاتي اللي كانت يعني شبه متوقفة تعمل بصورة جيدة، صرت أجري وألعب كورة وأصعد السلالم، ويعني إيه لياقتي البدنية ارتفعت، ومحدش لاحظ خالص عليا إن أنا تعبان.
فكان الجميع بيعاملوني معاملة إن أنا سليم، وخصوصا إن أنا بيني وبين نفسي ما كنتش بعترف إن أنا معوق، رغم إن المجتمع بيصفني بإن أنا معوق، لكن بيني وبين نفسي وعلى حسب توجيهات أمي تقول لي أنت مش معوق، واللي يقول لك أنت معوق أرفض الكلام ده. الأمور صارت بشكل طيب. في سنة تانية إعدادي المدرسة كانت ماشية في وضع في منتهى الجمال، إلا إن الوضع في الشارع اللي أنا كنت بسكن فيه والمنطقة اللي هي يعني عشت فيها كان ماشي في اتجاه سيء جدا جدا جدا. ويعني أنا دايما لما أحكي قصة المرحلة الإعدادية أحاول إن أنا يعني ما أتكلمش على فترة، لكن أنا مضطر أقولها علشان نبين أثر البيئة في تشكيل النفس. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.